السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. بالنسبة لموضوع النهاردة هنتكلم عن رؤية الكلب الأسود. الكلب الأسود رؤيته في المنام بالنسبة للعزباء، طبعا بداية كده لما نيجي نتكلم عن الكلب الأسود، الكلب الأسود يا جماعة يعني حتى في الدين عندنا في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وقال إنه شيطان ويجب أن نستعيذ بالله منه، من الشيطان حينما نرى هذا الكلب الأسود. بالتالي هذه الأمور يعني سوف يكون نفس المعنى قريب، أن الكلب الأسود في المنام شيء غير محمود، فرؤيته للعزباء شخص مخادع يريد التقرب منها بل وأزيتها. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية الكلب الأسود لها، هذه الرؤية تدل على أن هناك حقاد وحساد يريدون أن يمكروا بها، ومع شديد الأسف إن الحقاد دول والحساد دول اللي بيحسدوها الناس دي قريبة منها جدا، يعني يعتبروا عايشين معها. من الممكن إن تكون الحقاد دي أو الحساد دي أفراد من العائلة أو من الأصدقاء أو من الجيران أو حتى زملاء في العمل، تطلع زي ما تطلع بس الناس دي قريبين جدا من المرأة المتزوجة. عضة الكلب الأسود في المنام للمرأة المتزوجة تدل على شيئين. الشيء الأول، إما أنها عندها عدم اهتمام بأسرتها، أو أن هناك عدو يريد أن ينال منها، والمعنى الثاني هو أقرب للصواب، لكن علماء التفسير اختلفوا فأنا ذكرت الرأيين. قيل أن الكلب الأسود أحيانا في المنام يدل على رجل ظالم في حياتك، في شخص قريب منك. طبعا الكلام يا جماعة بصفة عامة، لكن اللي بيحتاج تخصيص بخصص، بقول إن دي للمتزوجة دي للعزباء، ما قلتش يبقى الكلام بصفة عامة للكل. فقيل إن الكلب الأسود أحيانا يدل على أن هناك رجل ظالم في حياتك يريد أن يظلمك. أما رؤية الكلب الأسود يقطع الثياب، يعني الكلب الأسود هجم عليا وقطع الثياب لكن ما نالش من جسمي. تقطيع الثياب من خلال الكلب الأسود في المنام تدل على رؤية غير محمودة بالمرة، على الخوض في شرفك أو الكلام عليك بكلام سيء جدا، ومع شديد الأسف من أحد الأقارب. تمذيق الكلب الأسود للثياب في المنام. طبيعة الحال لما نيجي نقول قتل الكلب الأسود في المنام انتصار على الأعداء. رؤية أنثى الكلب، هذه الرؤية عموما بصفة عامة للرجال تدل على امرأة تسبب لك المشاكل، وأحيانا قد تكون هذه الرؤية أيضا للنساء، وأيضا معناها هو نفس المعنى أن هناك امرأة سوف تسبب لك بعض المشاكل في بيتك. نفس الرؤية للبنت العزباء تدل على صديقة مخادعة. طيب، أفضل رؤية لرؤية الكلب هو الكلب الأبيض المطيع. الرؤية دي تعتبر من الرؤى المحمودة لرؤية الكلب، بس بشرط أنه يكون كلب لونه أبيض ويكون الكلب مطيع وهادئ في المنام. مطاردة الكلب الأسود لي في المنام تدل على أن هناك ضرر سوف يحدث لي، وكون أن في كلب بيجري ورايا بيطاردني بيلحقني، لو استطعت الهرب من الكلب في المنام نجاة، إن لم أستطع الهرب هذا الضرر ومع شديد الأسف سوف يقع علي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. انتظرونا في اللقاءات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.